أزمة جديدة بين باريس والرباط بسبب التجسس ستكون أعمق من أزمة 2014، وخبير يؤكد أن العلاقات ستدخل مرحلة صادمة. يعمل المغرب جاهدا لنفي تهمة التجسس عنه باستعمال برنامج إسرائيلي بيجاسوس لدى مواطنيه وشخصية دولية، ورغم النفي قد تسجل علاقته مع فرنسا نفقا مظلما بحكم عملية التجسس الواسعة التي شملت الرئيس إيمانويل ماكرون ووزراء ومئات الشخصيات من مفكرين ورجال أعمال وإعلاميين. ويعد ملف الصحراء المغربية جوهر التجسس، وتلتزم كل الدول التي حصلت على نظام بيجاسوس مثل الإمارات والهند وغانا الصمت باستثناء المغرب الذي يعمل جاهدا لكي ينفي عنه نفس تهمة التجسس على مواطنيه وعلى شخصيات دولية منها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.